لو انت عايز تثبت البلد دي الحالة الإعلامية فيها صح كنت تعمل المهرجان نعرف ازاي تعمله. فاللي لغى المهرجان ده حد لازم نقعد ندور عليه مين اللي اخد القرار ده. لغايه دلوقتي مش فاهم مين اخد القرار ده. لازم حد يتحاكم عسكريا. بما ان العسكري طبعا ما اقصدش عسكريا مش حد يتحاكم عسكريا انا قصدي الفكره انه التفكير العسكري الامني دوت هيودينا في داهيه. الغي مهرجان يا عم مش مهم بتص البلد بتضيع. لو فكرنا كده البلد هتضيع. المهرجان هيروح عشان بالاخر خالص هو ده التفكير اللي هيخبطنا في الحته دي. هو ده التفكير اللي هيخلي العيال تتهجر من بيوتها في سيناء. وده حقوق الانسان. ما ينفعش انت تعمل كده عشان تامن البلد. مش من حقك. لو انت مش عارف تامنها من غير ما تاخد حقوق الناس يبقى انت مش عارف تبقى في مكانك. ليش السين على الدوره دي؟ اللي عايز اقوله في الاخر ان التفكير الامني الناجي بالطريقه دي هو اخطر ما ممكن يواجهنا في هذه البلد. بيلغي مهرجانات، بيتهجر ناس من بيوتها. ده انتهى. احنا عملنا ثوره عشان نلغي ده. لما كلنا كده نتخوف ويحصل لنا ارهاب انه لا البلد هتضيع، لا الحقونا، لا ده، يبقى انت مش عارف تعمل مهمتك. انت خدت تفويض من الشعب عشان تامن بتاع في شهرين، احنا بقى لنا 8 اشهر. ويا ريت قدامك عدو ذكي، ده انت قدامك المتأسلمين دول اغبى ما شفنا في حياتنا، حاجه عجبة يعني. مفيش حاجه بيعملوها الا لما بتكره الناس فيهم ومش عارف تعمل شغلك. اذا هذا انتهى. انا رايي العربيه العربيه الثورات العربيه قالت حاجه اسمى من كده بكتير جدا، وهي ان احنا لا يمكن نخاف ومن حقنا ان احنا نختار. وبالتالي وصلنا دلوقتي اللي نبتدي نفهم انه ثانيه واحده، لو انت مش قادر تعمل ده مهمتك احنا خايفين على البلد وقلبنا على البلد. بس ده مش معناه انك تقولي خاين عشان بقول انت لازم تمشي حد تاني يجي بدالك قادر يقوم بده. انا اسف جدا انت مش قادر تقوم بده، امشي ارحل. هنقولها قريب تاني شكلها.